أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم وبشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر وقطر للتواصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب أكد بوريل أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية يصعب من الوصول لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. الاتحاد الاوروبي يدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحده الامريكيه وقطر فيما يتعلق باتفاقيه وقف اطلاق النار ولكن حتى الان لم توقع ويبدو انه لن توقع في المستقبل القريب لماذا؟ ببساطه لان القائمين على اندلاع هذه الحرب ليس لهم مصلحه في وضع حد ونهايه لها. لذلك هم يحاولون ان يتظاهروا برغبتهم دون وهذا ليس حقيقة لانه يصاحب ذلك الافلات من العقاب.